أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة القول بأن المنافقين لا يحبون ماء زمزم، وأن الإكثار من شرب زمزم علامة الإيمان؟ هنا تضلع مما زمزم ومحبة ماء زمزم علامة على الإيمان، التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللي يقول ما الفصل وهذا خرافة وهذا ما هذا، والعياذ بالله، هذا النفاق. نعم.